المرأة عبارة عن كتلة متغيرة من المشاعر بسبب طبيعتها وتركيبة جسمها القائمة على التبدلات الهرمونية الكبيرة خلال الشهر وأيضا خلال الحمل والولادة، فكيف ممكن نتعامل معها بشكل صحيح خلال الاكتئاب يلي ممكن يترافق بهي الفترات، وشو الطرق الأنسب لتجاوز اكتئاب الدورة الشهرية أو حتى ما بعد الولادة؟ هيخبرنا التفاصيل الدكتور أحمد التاجي الاختصاصي بالتشخيص والعلاج النفسي. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. كيفكم؟ صباح الخير لك دكتور. أهلا وسهلا فيك. موضوع حساس وموضوع شائك وموضوع واقعي وحقيقي، بدنا ندخل بتفاصيله من بعد ما نشوف مع المشاهدين ومع حضرتك. هل أنت الطبي التعريفي ونرجع لنبدأ. بتعاني النساء من الأمراض النفسية نتيجة لتقلبات الهرمونات المرتبطة بفترة الدورة الشهرية، الحمل والولادة. بتقول الدراسات إنه 60-70% بيترددوا على العيادات بسبب التحولات بمرحلة منتصف العمر ومشاكل الدورة الشهرية، وحسب الأطباء 10% من هالنساء بيحتاجوا لعلاج طبي. بيذكر الأطباء إنه حالة اكتئاب ما بعد الولادة بتحدث لنحو 50% من النساء بأيام قليلة على صورة اعتلال مزاج وسرعة بكاء وشعور بالتعب. بتكمن خطورة هالاضطراب النفسي بإنه 5% من المريضات بيقوموا بالانتحار و 4% بيقدموا على قتل أطفالهم، بمعنى 9% من الحالات بيحملوا خطر الموت للأم وللطفل. يسعد صباحكم مرة ثانية دكتور. شو بدنا نعمل إذا المرأة حملت بتكتئب، إذا حتمر بالعادة الشهرية أو الدورة الشهرية بتكتئب، إذا مرضع بتكتئب، إذا راس عم يوجع بتكتئب؟ المرأة عبارة عن كتلة من الهرمونات، هيك بيعرفوها معظم علماء النفس والاجتماع وأيضا الطب البشري. شو التغيرات الهرمونية العامة والأساسية اللي بتطرق على المرأة؟ هلا اكيد تبدلات هرمونيه كثيره، بس الموضوع الحقيقه انه لا، ما بدي هون، بس كمان حتى الرجال بيكتئبوها، يعني ما بدنا نقول بس النساء اللي بيكتئبوا. صحيح النسب اكبر عند النساء، بس يعني كمان الرجال بيمرقوا مراحل اكتئاب كثير كبيره. بس اكيد في شيء اسمه اضطراب عسر المزاج ما قبل الدوره الطمسيه. الحقيقه كثير مهم انه المشاهدين يعرفوا عنه، مو طبيا 100% بقدر انه في هالشيء هذا، لانه هالموضوع هذا الحقيقه هو من الاسباب الاساسيه للطلاق. يعني كثير من العائلات تشتتت وطلقوا، والاولاد ضلوا بدون أب، الاب بمكان والام بمكان من وراء، بس عدم فهم لهالتبدلات اللي بتحدث عند المراه. هو يبدا قبل اسبوع من الدوره الطمسيه الحقيقه، وبيخف مع بدء الدوره الطمسيه وبينتهي بعد ما تنتهي الدوره. المراه بهالمرحله هيدي بتكون عندها تبدلات رهيبه، يعني من على الاقل في شيء فوق ال 100 عرض، يعني 100-120 من الاعراض اللي بتظهر عليها. الاعراض الاساسيه الحقيقه اللي بتظهر عليها هي اعراض جسديه اولا، اللي هي مشكله بالثدي، الام شديده، الام بكل مفاصلها وبكل جسمها، اضطرابات بالنوم قويه عندها، انتفاخ بالبطن، زياده بالوزن، كل هاي المشاكل هيدي الجسديه اصلا هي يعني مشكله بحد ذاتها، فكيف اذا ترافقت مع المشاكل الاخرى اللي هي انخفاض المزاج، شعور دائما فجاه بتلاقيها هديانه، فجاه بتلاقيها عصبت، ضرب للاولاد احيانا، شعور بالقلق مستمر، زياده بالشهيه او نقص بالشهيه، كل شيء بيخطر على بالنا، اضطراب احساس بنقص تقدير الذات، كل شيء بيخطر على بالنا اضطرابات اعراض نفسيه موجوده عندها بهالفتره هاي. نحن مو مشكلتنا بهالموضوع، هلا التشخيص الحقيقه يعتمد، اذا نحن عم نحكي طبيا ما بيعتمد بس على الاعراض هي، يعتمد انه هي المراه بطلت تقوم بمهامها الاساسيه، بطلت تطلع بعلاقاتها الاجتماعيه، ما بقى راحت على الشغل، وقتها بنشخص. لذلك النسبه هن بيحكوا فيها من 2-5 او من 3-8% تقريبا من النساء. بس حقيقه اللي بينصابوا بالاعراض بدون ما نشخص، يعني أعراض موجودة عندهم، إنه فوق 60-70% من النساء. هي نسبة كتير كبيرة الحقيقة، فكتير مهم إنه نحن نقعد كعائلة أو على الأقل الزوج والزوجة ويشرحوا، تشرح له إنه أنا بهالفترة هي ما بقدر سيطر، ما بقدر، أنا ما بكرهك،
انا بحبك بس بهالفتره هيدي ما بقدر اسيطر على انفعالاته. الحقيقه في مشكله كبيره بهالفتره هذه، لذلك اكثر الطلاقات بتحدث بهالفتره هيدي اللي هي الفتره ما قبل الدوره التنصيه. حتى العلاقه الجنسيه بيناتهم بتخف كثير، يعني نحن حتى العلاقه فيها تفاوت بعد مرحله الدوره التنصيه، بتلاقي في زياده رغبه جنسيه قويه عند المراه قبل ببلش ينخفض عندها، بس ممكن بسبب الالام الجسديه او الام الثدي اللي عندها الشديده. كل هيدي التبدلات طبعا مثل ما قلت حضرتك سببها التبدلات الهرمونيه بالاستروجين والبروجستيرون والنسب بيناتهم. نحن بشكل عام اذا الاعراض ما لم اسرع على حياتها بشكل كبير كبير ما بنعطي ادويه، بس نحن اذا لقينا انه الاعراض كثير شديده وبحاجه لا ما يفضل انه ناخذ دواء احسن ما تحطم عائله كامله. الادويه بسيطه، ادويه الاكتئاب يعني للاسف لسه لهلا ما في وعي كبير على الموضوع، ولكن ادويه الاكتئاب هي شوي ثانيه، انا يعني طبعا نوع من المزح، ولكن باوروبا حيبيعوهم بالسوبر ماركت لانه هي ادويه كثير متداوله كثير بتتاخذ، ما لها اثار جانبيه كثيره، كل دواء له اثار اكيد لكن ما كثيره. والشيء الحلو انه ما بتساوي ادمان، فيها خطورة أنت بدها توقفها، مدروسة من قبل الطبيب والصيدلاني. تمام، فكتير مهم أنه نحن نتوجه الحقيقة للطبيب إذا كان عندنا مشكلة كتير كبيرة، أو نتوجه للمعالج النفسي اللي هو دوره أنه هو يحكي ويثقفهم عن الموضوع. هذا صحيح. طيب دكتور، نحن حكينا قبل الدورة الشهرية أو حتى ما بعد الدورة الشهرية، خلينا نتجه للمرأة الحامل الاكتئابية اللي ممكن يصيبها لسه أخطر وأكبر بعد الولادة، وممكن تمر بالفترة اللي قبل بفترة الحمل بتقلبات اكتئابات، تغير شكلها تغير منظرها لبسها، حست بشيء أنه أنا مو هي طبيعتي مو هيك كان شكلي. هدول التبدلات قديش كمان هن مهمين نحن نثقف المرأة فيهم وبنفس الوقت نوعيها بهذا الخصوص. هلأ الحقيقة هون الموضوع شوي مشبك داخل ببعضه، هلا كنا عم نحكي مع أستاذ وهد قبل الموضوع إنه الموضوع مو يعني نحن الاكتئاب إذا عم نحكي عليه هو مرض بالنهاية، ولكن المرأة مثل ما حكيتي حضرتك بتمرق بكتير مراحل أثناء الحمل ما بتوصل لمرحلة المرض، ولكن هي سببها الأساسي الحقيقة عدم التثقيف. يعني نحن برا المرأة من يعني بأي دولة شوي الموضوع النفسي متطور أكثر، نحن متطور بس مو لهالدرجة الكبيرة عشان ما نحكي حالنا يعني، بس الحقيقة إنه لازم المرأة من أول ما بيبلش حمل وقبل الحمل الحقيقة يكون في معالج نفسي عم يتابع معاهم عم يشرح لها خطوة بخطوة شو بيصير. نحن أحيانا للأسف يعني المرأة بتفوت على الولادة وما بتعرف طبيبها او بيساوي جراحه لشخص ما بيعرف مين هو طبيب، لا نحن لازم نجهزها، نخبرها عن التبدلات اللي عم تحدث عندها، شو حيصير، شو حيصير بجسمها، شلون حيتغير شكله. مو هي بس، هي وزوجها، واذا في اولاد ثانيين لازم هن كمان، لانه الاولاد كمان بيبدا عندهم الغيره، بيبدا عندهم مشاكل، بس يعصبوا. يعني احنا بدنا اهتمام كبير بهالموضوع هذا، يعني كثير بيحكوا، والحقيقه هذه الامور نوعا ما تنتشر بعائلات اكثر، يعني بنلاحظ انه الام عندها كان نفس الاضطراب هذا، بس في لازم نفرق عشان ما يخافوا المشاهدين بين اضطراب مرضي يعني اللي هو بحاجه لدواء وبين شيء عابر، شيء عابر او عسر مزاج بسيط يعني بالموضوع هذا. الدعم العائلي هو اساسي وخاصة ما بعد الولادة، خاصة ما بعد الولادة وجود الزوج جنب زوجته الحقيقة أثناء الولادة كتير بيساعد هالموضوعات، إلا إذا عنده ظروف خاصة عم برر الحال يعني. طيب إلا إذا عنده ظروف خاصة كتير الحقيقة لازم يكون موجود، لازم يدعمها، لازم يساعدها بالأطفال بعد الولادة. وهون لازم نفرق كمان بين شغلتين بعد الولادة، بين شغلة بسيطة كتير اللي هي عسر مزاج بيحدث عند كتير من النساء وبيستمر من 3 أيام لأسبوع، هذا عادي. والاكتئاب الإلكتروني، الاكتئاب هو طويل الحقيقة، بيظهر بعد شهرين 3 من الولادة وبيستمر لفترة أطول وأعراضه بتكون أشد بكتير. تمام. طب دكتور، يعني كتير من السيدات مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء كمان بيقولوا أنا شو عملت بحالي، أنا جبت طفل على هالدنيا، يا ترى أنا أم صالحة هيك بتقول السيدة، أو أنا أم بدي أكون مهملة. ببلشوا هالوساوس بذهنها، وممكن الأسرة المحيطة فيها حماتها بنات حماها أو إخواتها يزيدوا هالقصص والقلق عندها. كيف لازم يتصرف البيئة المحيطة خاصة بعد الولادة؟ لأنه كتير حالات للأسف سمعنا فيها حول العالم الأم قتلت رضيعها بسبب اكتئاب ما بعد الولادة، أو عملت شيء بنفسها، أو حتى أهملت الطفل. شلون بدنا نطلعها من هالمزاج؟ تمام. هلأ هلا ما بعرف اذا موضوع بشكل عام كثير كثير عميق حتى نرجع للطفوله شوي. نحن بالبلاد الشرقيه بشكل عام شخصيه الشخص تنبنى بناء على المجتمع اللي حواليه، يعني هو اللي بيعطيه شخصيته، هو اللي بيعطيه كل شيء بافكاره.
بينما بدول اخرى بينبنى على شو عنده بداخله، يعني قديش عنده هو قوة بداخله بينمو له اياها حتى يبني شخصيته بناء على الاساس هذا. فترة المراهقة عندنا مهملة، لذلك بتلاقي ما بيعرفوا انه فترة المراهقة هي فترة اساسية ببناء الشخصية، بيقوم يوصل على المراحل هيدي هو ماله جاهز. يعني اذا نحكي بالموضوع بشكل اعمق شوي، اللي حكيت عليه حضرتك الحقيقة محاولة قتل الطفل هو مو اكتئاب، هو مسميه زهان ما بعد الولادة، وحالة خطيرة جدا الحقيقة، بحاجة إلى استشفاء. الأطفال بيتاخدوا بكل دول العالم، بنحطوا بمراكز رعاية لحتى ما ينعطى الدواء للمرأة وترجع، لأنه هذا موضوع خطر جدا الحقيقة، وما مفروض ينهمل نهائي. نسبته كتير كتير قليلة الحقيقة، ما بيظهر كتير عند النساء كتار، ونسبته كتير قليلة. بالختام دكتور مضل غير متشكرك وشكرا لوجودك معنا، يسعد صباحك واهلا وسهلا. شكرا لكم، اهم شيء ما نكون عملنا اكتئاب للمشاهدين. لا لا مو اكتئاب، ريحه الطبخ حلوه فلا تكتئبوا. اهم شيء ما نكون عملنا اكتئاب للرجال المرافقين لهالنساء اللي نحن لازم ياخذوا بعين الاعتبار هي التغيرات. الرجال كمان عندهم اكتئاب الحقيقه، ولازم المراه توقف جنبهم كمان هرمونيه، وكمان هرمونيه تبدلات هرمونيه عند الرجال. في كثير بحوث اللي عم تحكي على تبدلات هرمونيه عند الرجل كمان. هلا انا لاحظتها دكتور بالنوادي الرياضيه، الأبطال اللي بياخذوا كورسات هرمونية بمروا بمرحلة كتير دقيقة، ما بيتحملوا، بيخانقوا دبان وشهم مثل ما بنقول، وبتكون هون زوجاتهم عم تعاني معهم أكثر ما هن عم يعانوا مع زوجاتهم. شكرا كثير، يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك.